من حتى حاجه. ماركينا بيت 3 بوان كاليفي اقصر كره كونتر افريك دي سود. انا ارتاحوا باش لعبوا لي بروشان لو بروشان تور ان شاء الله مرتاحين وان شاء الله جيبوها يا الاولاد. سته ديال النقاط الحمد لله فاحنا فرحانين بزاف. سمع الصلاه والسلام دي على رسول الله. انا كنشوف انه المنتخب الوطني غادي الحمد لله في خطى ثابته. نتمنوا ليه غير التوفيق والاستمراريه في هذا المنوال هذا والكاس راه ديالنا ان شاء الله ما كاينش حيد علينا. الله يحفظك. رساله واحده هي كملوا في هذا الشيء كملوا في نفس المنوال ولا كوب راه كنقولها مره اخرى لا كوب ماروكين ان شاء الله. يس 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 اخويا الحمد لله والله حتى اسبوع باش ما بغاو الحمد لله. شكرا شكرا لهم كاملين. ديك النهار كنتي خايف يرجعوا معاك بالي دابا غيبقاو مطولين. لا لا غيبقاو غنريحوا ان شاء الله غنرجعوا بالكاس ان شاء الله يا ربي يا ربي. رساله للجمهور اللي كانت حاجه بهذا واللاعبين ايضا اللي قدموا. شكرا للجماهير المغربيه كيف ما شكرا للجمهور المصري اللي شجع معنا والجزائريين والتونسيين والعرب كاع اللي شجعونا. ايوا شفتوا الاحساس ما بقاش عندي الصوت واخا الدراري تعرفوني ما عنديش مع الكره بزاف ولكن حنا هنا باش نساندوا المغرب وجيبوها يا الاولاد جيبوها. يا فرعون شنو بالك في الفراعنه ديال المغاربه؟ الفراعنه طبعا والمغاربه كلنا عرب كلنا واحد زي ما بتقولوا سي كيف كيف. النهارده جيت اشجعكم بالفرعوني ولعنه الفراعنه اصابت الفريق كوت ديفوار وجبنا الجون وانتصرنا والحمد لله ودايما ان شاء الله مباراتكم الجايه كلها مربوحه واحنا في مصر نتمنى نكون ان احنا مشرفينكم على اراضينا وعشان احنا بنحبكم بزاف نتمنى لكم ان شاء الله الانتصار في المباراه الجايه. نتلاقوا معكم في النهائي ونربحوكم واش باين لك فاش؟ لو في النهائي يعني مع مصر؟ خلي السؤال ده بقى في على الواقع لو حصل بس ان شاء الله احنا كلنا واحد. Je pense que le Maroc et la Côte d'Ivoire vont se retrouver dans les phases n'est-ce pas d'élimination directe. C'est là-bas qu'on vous attend là-bas. N'est-ce pas? Aujourd'hui vous avez gagné et vous avez on vous félicite. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. On est des frères. Oui, tout à fait, on est des frères, vous avez gagné. On vous dit félicitations. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit on sera se voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, mais ça veut dire que la prochaine fois, nous, on va vous gagner en demi-finale. On sera se voir.